نواصل وليد مع وزيرة المالية سهام البغديري. نمسيه اللي تقول خلال الجلسة العامة في البرلمان اللي تم تخصيصها البارح لمناقشة مهمة وزارة المالية، تقول إنه مجابهة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي هو محور قار في قوانين المالية الفارطة، وأشارت في هذا الصدد إلى أحداث لجنة قيادة صلب وزارة المالية تتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي، تهدف أساسا إلى إيجاد الحلول العملية لإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، وقد أصدرت توصيات من أجل إضفاء نجاعة على آليات تنفيذ هذا المحور. هذا وتأكد أن المداخيل الجبائية تطورت بنسبة 9.5% إلى موفى سبتمبر من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وللإشارة تقدر ميزانية مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة 2025 ب 1390 مليون دينار، بزيادة بنسبة 2.4% بالمقارنة بسنة 24 بالمقارنة من سنة 2024. هذا وفق تأكيد طبعا وزيرة المالية سهام البغديري نمسية. سيتم مزيد تحسين مردودية المراقبة وتدعيم الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الجبائي، خاصة من خلال تكريس مبدأ الشفافية في انتقاء الملفات في إطار المراجعة الجبائية، مراقبة الامتيازات الجبائية وترشيدها، تدعيم آلية الاكتشافات للمساهمة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومقاومة الاقتصاد الموازي. سيتم مزيد تحسين أداء الديوانة في مقاومة التهريب والغش، وذلك من خلال تحديد خارطة منابع التهريب والتجارة الموازية عبر نقاط العبور الحدودية، المسالك المتبعة، التخزين، التوزيع، وتدعيم الرقابة الديوانية. كذلك سيتم تبسيط المبادلات التجارية من خلال رقمنة العديد من الخدمات الديوانية على غرار الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج، وتفعيل تطبيقة المحضر الإلكتروني وحصر مطالب الصلح عن طريق بوابة الصلح الإلكتروني، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة والمتعامل الاقتصادي. أما على مستوى تحسين مناخ الاستثمار، تم إعداد مشروع مجلة صرف جديدة تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه العالمي، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على تعبئة التمويلات الخارجية، وكذلك ملائمة مجلة الصرف الجديدة مع متطلبات الأنشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية، مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرة الفريلانس من فتح حسابات بالعملة، مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتخطيط نفقاتهم بالخارج. تحكي على مجلة الصرف الجديدة، كان سمعت سفيان وزيرة المالية اللي هي ماذا بينا مجلة الصرف هذه يبدا في بلا هي القاره المفقوده اتلانتيس، اي اللي نسمع عليها من اول الدنيا وتو ماريناها. مجله الصرف يظهر لي بشويه هكاك، قداش عندك تسمع على مجله الصرف الجديده؟ ملي كلمه صرف متوجدت. لا ان شاء الله او في بالنا البيتكوين راهو 93000 دولار. واش ولهذا حطوا في مجلة الصرف الجديدة بيسكو هي جديدة، ان هذوما العملات الالكترونية راهو اذا ما تعملوش تولي مجلة صرف جديدة وقديمة في نفس الوقت، ما تصلح لشيء. دونك نتبعوا الدنيا كيفاش قاعدة تصير. انا عجبتني كيفاش انه وزيرة المالية عملت لجنة قيادة لمراقبة التهرب الضريبي. لجنة قيادة نقطة قارة في كل من المفروض قوانين المالية، من المفروض أنه يعلنونا يقولوا شكون هي اللجنة هذه، شبيها لجنة سرية، وتراقب بشكون، تراقب بشكون ما يلزمك مراقبين، ولا انت عندك 800 ولا 600 مراقب في البلاد الكل يراقبوا من 800 واش ان يراقب يا ولدي، حتى 1000 وحتى 1500 وحتى 2000 ان يراقبوا. تقسمهم على عدد الشركات في تونس تلقى رقم خرافي، وعلى عدد القطاعات.
معناها يراقبوا في كل شيء، ما راهو حاجه، راهو حاجه مش معقول. واللي فهمته في تصريح الوزيره كونه زياده المداخيل الجبائيه بنسبه 9.5% هي كأنه حاجه باهيه، لا كأنه فيه يعني تطور لادراج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيج. هذا انا ما فهمت. لا سيدي معناها هي معناها مقدمته على انه نجاح، معناها انا اقول لك إذا الاقتصاد الموازي على الأقل يساوي 40%، نهار اللي ما تجيش تقول لي اللي راهو نسبة المداخيل الجبائية تزادوا ب 40%، ما الأمور ما تقبلش. أما ما لا الواش و 9% هذم، 9% حسب ما قاعدين نشوفوا هو لأنهم نزلوا أكثر على العباد اللي تحت يديهم. هذا معناه. ان علاش تزادوا؟ على خاطر تو سامبلومون زادوا الضرائب على الشركات وعلى الاشخاص. ان والسنه زاد بالنسبه لسنه 25 باش يزيدوا الضرائب على الشركات وعلى الاشخاص. دونك عم جاي في الوقيت هذا باش تجي تقول لنا راهو نسبه المداخيل الضريبيه تزادت. اي صحيح تزادت، عم تزادت على حساب نفس العباد. من الماليه باش نمشيو للاقتصاد والتخطيط. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول في كلمته اليوم أمام الجلسة العامة بأن الميزانية الموجهة لمهمة الاقتصاد والتخطيط للعام المقبل تقدر ب 958 مليون دينار وسجلت ارتفاع بنسبة 0.8% بالمقارنة مع ميزانية السنة الحالية 2024. يبين أيضا الوزير بأن 74% من ميزانية الوزارة موجهة إلى التنمية القطاعية والجهوية، و 9% موجهة إلى الإحاطة بالاستثمار، و 8% موجهة للتعاون الدولي، و 1% إلى القيادة والمساندة، و 8% موجهة إلى التوازنات الجملية والإحصاء. وينوه بأن التوجهات الاستراتيجية لمهمة الوزارة تتمحور حول 5 محاور. المحور الأول يتمثل في تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي، المحور الثاني يتمثل في تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء، المحور الثالث يشمل دفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والتجديد، في حين يشمل المحور الرابع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالتنمية الجهوية والاستثمارات بالمناطق ذات الأولوية، وأخيرا المحور الخامس يشمل دعم مجالات التعاون الدولي والفني. إذا سنة 2025 حسب المنظور البرامجي عن 74% من الميزانية موجهة إلى التنمية القطاعية والجهوية، 8% من الميزانية موجهة إلى التعاون الدولي، 9% موجهة إلى الإحاطة بالاستثمار، 1% موجهة إلى القيادة والمساندة، و 8% موجهة إلى التوازنات الجملية والإحصاء. تجدر الإشارة أن ميزانية العامة للوزارة مرت من 950.15 مليار من المليمات سنة 2024 إلى 958 مليار من المليمات المبرمجة لسنة 2025، وهما يقارب نسبة نمو ب 0.8%. ستتكفل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية بضبط مشاريع مخططات التنمية للجهات والأقاليم وفق تمشي ينطلق من القاعدة محلي فجهوي فإقليمي فوطني، وستوفر الهيكل العمومية المعنية المرافقة والتنسيق في اتجاه إعداد مخططات متناغمة مع الأولويات والأهداف المبنية على الميزات التفاضلية وعلى آفاق التنمية بالجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الجملية للدولة من خلال ترتيب الأولويات وخلق حركية تنموية شاملة وعادلة ومستدامة. سفيان وزير الاقتصاد والتخطيط، المهمه نتاعو الكلمه اللي انت ما تحبهاش، الميزانيه نتاع مهمه الاقتصاد والتخطيط زادت كان ب 0.8%. يعني حتى معناها زادوه اقل من نسبه التضخم، ستادير في الاخر بالكل ميزانيته نقصت على عام ناول. ويحبوه يخطط، يخطط لشنو؟ تتخطط بشنو؟ باش الوقت اللي ما عندكش امكانيات، امكانياتك تمشي وتنقص، وقت اللي الاقتصاد هو بيدو ينوس. الـ 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 والله هذوما اللي شادين كيفاش نسميهم احنا كيفاش هي وظيفه الوظائف هذوما يسخفوني.
لأنه وظيفة الاقتصاد والتخطيط اليوم في تونس المهمات لأنه مهمة الاقتصاد والتخطيط في تونس مهمة صعيبة ياسر، تقرب أكثر للسيونس فيكسيون من الحقيقة الميدانية. شكرا لك سفيان. مواصلين بعد شوية نحكيو في الانترفيو اليوم، نحكيو على تعدد الإيقافات في علاقة بشكايات يعود بعضها إلى سنة 2022 بالنسبة للصحفيين، إحالات للصحفيين من فرق أمنية على خلفية شكايات قديمة قاعدة تتحرك في الأيام الأخيرة. تكون معنا عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين جهن الواتي ضيفة الانترفيو.